احنا دستورنا من افضل الدساتير وقانوننا من افضل القوانين. الخلل في الممارسات السيئة سواء كانت نيابية او حكومية. احنا مشكلتنا الحين كمواطنين لما تقول لي انا بعاملك وفق القانون، ولما انا اخطئ تحاسبني، ولما غيري يخطئ ما تحاسبه، هذا قانون؟ هذا مو قانون، هذه دولة فوضى. لاني بعدين راح الجأ وين؟ راح الجأ لقبيلتي ولا لطائفتي ولا لحزبي واترك الدولة، لان ما في وجود للدولة المدنية، في وجود للشخصانية في تطبيق القانون. وفايد الحين احنا في وضع، تتوقع الان هل هناك حاجة إلى مصالحة سياسية أم الكل ينتظر إلى حين الانتخابات اللي بينزل ينزل؟ في حوار وطني، حاجة دعوة ملحة لحوار وطني أو حاجة لحوار وطني؟ والله أنا أتوقع أن يجب أن يكون هناك مصالحة وطنية وحوار وطني، وأن نعود إلى المسطرة وهي القانون والدستور، وأن يكون الجميع سواسية في تطبيق القانون. المواطنين الآن بحاجة إلى إعادة ثقة في القانون. إحنا سواء عارضنا أو طلعنا أو رحنا، هدفنا فقط تطبيق القانون. إحنا الدولة الوحيدة بالعالم اللي المواطن يطلع ويتظاهر بس يقول يا جماعة طبقوا القانون، ما نبي شيء غير القانون. نعم، يعني بفايد إن شاء الله تكون وجهة نظرك وضحت، وإن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى. مشكور لك الناشط السياسي الأستاذ عايد وخاصة لهذه المداخلة. حياك الله وتحيتي لضيف.